في البداية، ما هو التسلسل الزمني لدور القوات الجوية في حرب أكتوبر؟ الحقيقة أتذكر التسلسل الزمني، وقبل ما أقول التسلسل الزمني في حاجة مهمة جداً أقدر أعبر عنها وأقول إنه كان مفتاح النصر اللي جه لأكتوبر هو الأداء والتضحية من أجل الوطن. بعد 67، بعد 3 أسابيع من الهزيمة، موقعة رأس العش واللي احنا عملنا فيها، بعديها في 14 يوليو القوات الجوية قامت بضربة قوية جدا في سيناء في احتياطات العدو، ضد احتياطات العدو. بعديها في أكتوبر دمرنا إيلات، الإرادة ما اتكسرتش، كملنا بعديها وعاصرنا 3 مستويات سميناهم فترة الصمود للجيش، وبعد كده فترة الدفاع النشط، وبعد كده الاستنزاف. الحرب علمتنا الحرب، لأن احنا استعدنا القوات الجوية، خرجنا أعداد كتير جدا من الطيارين الفترة دي، التدريب كان على أعلى مستوى راقي وواقعي، فكنا في خلال من 67 73 بنشتبك مع العدو وبنحارب وبنتعلم وبنزداد قوة في الإرادة واحتراف كامل، لغاية لما جت 73. دور القوات الجوية في 73 برضك، أفكر حضرتك الوضع في 73 كان عبارة عن مانع مائي قوي اسمه قناة السويس، أقاموا جبل من الرمال ارتفاعها من 22 ل 26 متر، وأقاموا خط بارليف وخطوطه الدفاعية القوية. ومع ذلك تخطيط القوات الجوية كان الهدف منه ان احنا نمنع العدو الاسرائيلي من استخدام طياراته ضد مرحلة إقامة الكباري، وانك تعدي بالجيش بتاعك الضفة الشرقية. فقامت القوات الجوية بضربة في العلم العسكري بنسميها ضربة جوية مركزة. ضربنا فيها بعض المطارات والدفاع الجوي المصاحب أو اللي بيدافع عن المطارات ومراكز القيادة ومراكز السيطرة ومراكز الإعاقة الإلكترونية والمدفعية 175 ميلي، لأن المدفعية دي بعيدة المدى. قامت بالهجمة الجوية، نشوف بقى النتائج. كانت نجاح مبهر لأن خسائرك كانت قليلة جدا، والنتائج حققنا الهدف. ليه؟ لأنه لغاية تاني يوم الصبحية أقمتي من الساعة 2 الظهرية لتاني يوم الصبح 7 أكتوبر أقمت رؤوس الكباري، وعد 80,000 مقاتل ولم تتدخل الطائرات الإسرائيلية. يبقى القوات الجوية حققت الهدف بنجاح باهر في الضربة الجوية الأولى. بعد كده طوال مراحل الحرب القوات الجوية كانت بتقوم بمهام المعاونة الجوية للجيش الثاني والجيش الثالث في ضرب احتياطات وأهداف هي بتطلبها للمعاونة الجوية، زائد وده عمل أساسي للطائرات المقاتلة، الدفاع عن سماء مصر كلها بطائرات المقاتلة بالتعاون اللصيق مع الصواريخ بكافة أنواعها والمدفعية المضادة للطائرات بكافة أنواعها، في منظومة تعتبر كانت مسابقة العصر عصرها في ذلك الوقت.